في أجواء مثالية يواصل منتخب الفدائيين معسكره الإعدادي على ملعب التدريبات بالمركب الأولمبي 19 ماي بعنابة، معسكر يركز فيه الجهاز الفني بدرجة كبيرة على الرفع من اللياقة البدنية للاعبين بسبب توقف الأنشطة الرياضية جراء العدوان الصهيوني. الكل بيعرف أن كرة القدم اليوم رسالة بنقدر من خلالها نوجه للعالم الأنظار أنه إحنا شعب، يعني برغم الظروف اللي بنمر فيها، برغم الظروف اللي بمر فيها في غزة، في الضفة الغربية، اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، إلا أنه إحنا قادرين أنه إن شاء الله يعني نوصل الرسالة اللي بدنا إياها من خلال كرة القدم. لاعبو منتخب فلسطين يسابقون الزمن من أجل بلوغ الجاهزية الكاملة قبل الموعد الأسيوي بمعدل حصتين تدريبيتين في اليوم قبل مواجهة نادي اتحاد مدينة عنابة يوم الجمعة، وبعدها مباراة أخرى ضد منتخبنا الأولمبي. احنا دائما جاهزين، بهاي الظروف ارادتنا بتكون اكبر ومعنوياتنا بتكون اعلى، لان بدنا نمثل فلسطين احسن تمثيل. الرياضه لا تكل عن اي مقاومه، اي شيء ثاني لتمثيل فلسطين، فاحنا بنتمنى ان نكون خير ممثلين لبلدنا ولفلسطين. احنا موجودين في بلدنا بنعتبر حالنا، ومش هذا شيء مش غريب على الجزائر، وان شاء الله بعدنا بنستعد في معسكر في الجزائر، ان شاء الله بنبسط شعبنا الفلسطيني المظلوم. يتطلع الفدائيون بان يكون معسكرهم ناجحا على جميع الاصعده، خاصه وان الجزائر وفرت لهم كل سبل الاستعداد الجيد، وحتى تكون الرياضه منبرا من منابر اعلاء كلمه الحق الفلسطيني.